وورفالين، ومن ثم في شيء اسمه نيو انتي كواجولنت اورال انتي كواجولنت ايجنتس اثنين او ثلاثه، يعني هم الانتي كواجولنت راح يكونوا خمسه. وان كان السلايد شويه مخيف، هذول الانتي كواجولنت على هيبارين، لو مولكيولر ويت هيبارين، هيبرينويد دايركت اند سبيسيفيك ثرومب انهبيتور، اورال دايركت اند سبيسيفيك ثرومب انهبيتور، بنتا سكرات سبيسيفيك اكس اي انهبيتور فاكتور 10، ويل وورفالين. شو هذول الدكتور؟ هذول أدوية الأنتيكواجولانت بعمومهم، اللي بالأحمر هم اللي بيهمونا احنا، خمس أدوية، هيبارين، لومتروات هيبارين، بيكتران، ورايبوكسوبان أو أوكسيدان، وورفالين، وراح نحكي على دواء هون اسمه أربوتروبان، أوكي؟ أربوتروبان، أوكي؟ بس ناخذكم باك للستوري الأساسية في الكواجوليشن. This is a coagulation cascade end with the conversion of fibrinogen towards the fibrin clot. Okay, عن طريق thrombin. Thrombin will have some prothrombin. With prothrombin will have some factor 10A. تحول هذا. يعني long story. ما بدي أشرح عن الفسيولوجي. إن شاء الله أنا أشرح الفسيولوجي مرة ثانية. بس شو بدي أذكركم بشيء اسمه بروتين C وبروتين S. هذول موجودين في جسمنا، واحنا واقعين بين البالانس بين البروتين سي وبروتين اس، محفز البروتين سي طبعا. اوكي، وبين الكواجوليشن فاكتور، فاحنا فعليا في عندنا جسمنا زي الباراسمبثيك والسمبثيك، ونحن نتكلم على الكواجوليشن وانتي كواجوليشن. الانتي كواجوليشن موجود في جسمنا، نتكلم على انتي ثرومبين 3 اخذتوه يمكن، بروتين سي بروتين اس، هذول شو شغلتهم؟ يمنعوا الكواجوليشن. اوكي، بينما لما نيجي نتكلم على الكواجوليشن، كل الكواجوليشن فاكتورز اللي موجودين في الجسم شو بعملهم؟ بيعملوا لي كواجوليشن. اهمهم طبعا اهم تو فاكتورز في الموضوع كلياته، نتكلم على فاكتور 10A والثرومبين، هذول تو فاكتورز ريت ليمتنج فاكتورز بالعموم، مهمين جدا في الكواجوليشن لانهم هم الاند ريزلتس بالاخير، وان كان الاذر ثينجز ار امبورتنت بس هذول اهم اثنين. عشان هيك صممت الادويه اللي قبل شوي شفناهم to be a factor XA inhibitor أو factor 2A inhibitor اللي هو thrombin inhibitor. دول أدوية جديدة صممت عشان تعمل inhibition لذلك الشيء. بعيدة عن هذول الأدوية القديمة الجديدة، بس نحكي أدوية قديمة. الأدوية القديمة نوعين، نوع اسمه هيبارين، والنوع الثاني اسمه oral anticoagulant أو ما يسمى بالفيتامين K inhibitor. شو موضوع الفيتامين كي هذا الكلام؟ النوع الأول اسمه هيبارين، والهيبارين فكرته سهلة جدا اللي ما عارف. هيبارين عبارة عن دواء كبير بنتا سكرايت، يعني بولي سكرايت يكون طويل جدا تشينج، التشين موجود فيه، أوكي؟ طويل من سكرايت، طويل كثير، بيجي مرتبط بصديقنا اسمه ايش؟ أنتي ثرومبين 3، سامعين أنتي ثرومبين 3؟ كوأجوليشن فاكتور. قيمة عمله الأنتي ثرومبين 3، قيمة عمله في الجسم واحد، يعني أنا هلا أنا واجد الأنتي ثرومبين 3 موجود في جسمي إيش؟ بيعمل أكتيفيتي له، خلينا نقيسها كواحد. لما يجي الهيبارين يرتبط فيه بيرفع قيمة عمل الأنتي ثرومبين 3 من واحد لقديش؟ لألف. فأنا شو بعمل؟ بحفز الأنتي ثرومبين 3 ألف مرة. مين أنا؟ أنا هيبارين. اوكي، ليش يا دكتور؟ عشان يجي هذا الانتي ثرومبين 3 يعمل ايش؟ انهبيشن لمين؟ الاشياء الموجوده بايش؟ بالمربع. شو هاي؟ انهبيتد باي هيبارين. مين يا دكتور؟ اللي هي فاكتور 7A، فاكتور 9A، فاكتور 10A، وفاكتور 2A. اهم تو فاكتور من الانهبيشن هون بيكونوا فاكتور XA وفاكتور 2A، يعني فاكتور 10A وفاكتور 2A اللي هو الثرومبين. شو عملت انا في الدكتور؟ أنا فعليا خليت الأنتي ثرومبين يعمل دي أكتيفيشن لهدول الفاكتورز. لما عمل دي أكتيفيشن لهدول الفاكتورز أنا عملت دي أكتيفيشن العملية كلها. فما عندي فايبرون كلوت، شو مالي أنا؟ أنتي كواجولانت، بمنع الكواجوليشن. إيش يعني بمنع الكواجوليشن؟ يعني بزيد البليدنج تايم. أوكي؟ كيف؟ مرة ثانية بطلت الأنتي ثرومبين وخلي الأنتي ثرومبين يشتغل أكثر بقوة أكبر. بمنع كل هذول الفاكتورز الموجودين بالمستطيلات. اوكي؟ فاكتور 10A، فاكتور 2A، فاكتور 9A، فاكتور 7A، كلها بنهبيتد.
اوكي فانا بقول بس كل 10 ذيس از ذا هيبي اوكي طيب انزل لتحت شوي الدوائر بيصير لهم انهيبيشن عن طريق الاورال انتي كوجولنت البروثرومبين موجود في الجسم والفاكتور اكس موجود في الجسم فاكتور 9 هذا 9 وفاكتور 7 اللي هم جايين هون على الجهه هذه بالدوائر هذول موجودين لكن اللي عشان يكونوا موجودين ب كاربوكسيليتد عليهم سوري دي كاربوكسيليتد فور عشان يتحفزوا لازم يكون في شيء اسمه فيتامين كي اوكي وفعليا فيتامين كي مش هو اللي بيحفزهم هي هو اللي بيحفزهم انزيم اسمه كاربوكسيليز الكاربوكسيليز هذا عماله بضيف لي ايش كاربوكسيليز هو لمين البروثرومبين ولا فاكتور 10 وفاكتور 9 وفاكتور 6 اوكي اذا ما في فيتامين كي اوكي يا سوري اذا ما في دي كاربوكسيليز ما في تحفيز لكن دي كاربوكسيليز اكتيفيتي بتعتمد على شيء كثير مهم اسمه ايش فيتامين كي ليش دكتور ان الفيتامين كي هو كوفاكتورز في عمليه الدي كاربوكسيليشن ما في فيتامين كي ما في ايش دي كاربوكسيليشن عشان شو نسميه هذول الفاكتورز نسميه فيتامين كي ديبندنت فاكتورز الورفرين شو بيعمل بيعمل انهيبيشن لا شيء بدناش نشرحه هلا بس يعني بيعمل انهيبيشن لا فكره تكون الفيتامين كي على فكره الفيتامين كي انه هي بتعمل اندكشن للرياكشن هذا بعدين بتتحول لشيء اسمه فيتامين كي ايبوكسايد الفيتامين كي ايبوكسايد عشان يرجع لفيتامين كي في انزيم اسمه فيتامين كي ايبوكسايد ريكتيز هذا الانزيم بيرجع لي الفيتامين كي مين بيعمل انهيبيشن للعمليه الورفرين فالورفرين بوقف عمليه بناء الفيتامين كي ففعليا بوقف الاكتيفيشن اوف ذا شو اسمه فاكتورز ديبندنت فيتامين كي او فيتامين كي ديبندنت فاكتورز بس لا المشكله الكبرى في موضوع الورفرين او الفيتامين كي انه البروتين سي وبروتين اس كمان بتحفزوا عن طريق الفيتامين كي فايف يو انهبت فيتامين كي فعليا كمان راح تعمل انهبيشن لمين للفيتامين للبروتين سي واس ففعليا الاورال انتي كواجولنت ايجنت بالورفرين بيعمل انهبيشن للاصدقاء اللي هون وكمان لمين للفيتامين كي ديبندنت بروتين سي واس يعني حتى للانتي كواجولنت طب شو النت ريزلت يا دكتور النت ريزلت انه الانهبيشن اللي عماله بيصير للبروتين سي واس اقل من الانهبيشن اللي عماله بيصير للكواجوليشن فاكتور فبتميل الفرق كف لمين للانتي كواجوليشن يعني الافكت صار على الانتي على الكواجوليشن فاكتور اكثر من الافكت صار على الانتي كواجوليشن فاكتور اوكي فالكف الاخير بتميل لمين لمصلحة الانتي كواجوليشن هذا هو الورفرين راح نحكي عنه طويلا بس اتذكر هذا الكلام اوكي اول واحد يا جماعه نتكلم عنه احنا نحكي على الهيبرين اوكي والهيبرين فكرته سهله جدا ميكانيزم اوف اكشن اوف الفا تشين هيبرين هيبرين الفا تشين اكشن Further thrombosis growth allowing the body owns thrombolytic system to dissolve blood. في الحالة في الورفرين وفي الهيبرين إحنا مش عم نعمل dissolving blood. إحنا بنميل الكف الإيش للأنتي كواجوليشن. فمع الوقت هذا الأنتي كواجوليشن effect الموجود في البدي بيصير الزرق غير الحثرة بيصير يعمل dissolving blood. بس we are not إيش thrombolytic. إحنا ما راح نروح على الكف ونذوبها بالدواء لا لا إحنا بنميل الكف لمين we enhance the anticoagulation activity في الجسم. كيف؟ طلع على كيف؟ activated plasmin protease inhibitor اللي هو الانتيثرومبين 3 AT3 the complex interact أو inactivate sorry الفاكتورز اللي هو مين؟ أهم شيء مين؟ فاكتور XL وتولي ففعليا انت بتعمل inhibition لعملية الكواجيليشن كاملة وين بستخدمهم دكتور؟ هون ما بستخدمهم انا بالبروفيلاكسيس للانجينا، بالبروفيلاكسيس للستروك، بالبروفيلاكسيس للدي بي تي، لا لا هون بدي استخدمهم ان ذا تريتمنت اوف ايش؟ دي فين ثرومبوسيس، انا بعالج ان ذا تريتمنت اوف ايش هاي؟ شو هاي؟ بولمونري امبوليزم اوكي؟ انا بعالج الان اوكي؟
وما بدي اتدخل بقوه الفارمونسيس الادويه اللي ممكن تدوب بالخطر لانه بخاف على ايش؟ على فيسيولوجيكال دروكس الموجوده البروتين اللي صاير بس ممكن تجلب لي فبمشي بهذا الاتجاه. علاج الاي في تي بالانتي كوالجنت، علاج الهرمون الامبوليزم بالانتي كوالجنت. اوكي؟ هذا العلاج. هلا اذا كان الموضوع اعقد من هيك صار مايكاردي انفاكشن صار بولي بولمونري امبوليزم يعني بولي امبولاي ممكن اتدخل هنا بثرومبوس بثرومبوليتيك دراكس بس انا هون لساتني بحكي على انتي كوالجنتي دراك. طيب however في مشكله صغيره بالهيبارين. اوكي المشكله الصغيره بالهيبارين اول شيء الهيبارين دواء قديم جدا ويعني واحد من هيستوري الشيء اللي يمكن يهمكم انه واحد من طلاب هارفرد الطب كان خامس يمكن او سادس اكتشف الهيبارين هو نفسه طالب يعني. في شغلة غريبة شوي الهيبارين إنه البولي ساكرايت طبعا الهيبارين موجود في أجسام عرفتوا نودس أخذتوا شيء زي هيك في إندروجينيوس هيبارين في جسمنا وفي موجود بالبيكس والكاوز موجود في البقر وموجود بالخنازير فإحنا بناخذ الخنازير والبقر أوكي هذا الهيبارين لما نيجي نعمله إكستراكشن الهيبارين يعني نطلعه من البلد لهدول الناس لهدول الحيوانات أوكي بيطلع معنا الهيبارين مختلف هو بولي ساكرايت لكن اللينك تبع الساكرايت هاي مرات بيكون طوله لنقل 100 مرات بيكون طوله 80 مرات بيكون طوله 70 مرات 60 مرات 50 مرات 40 فلما نيجي احنا نطوله بيطلع معنا شو ماله كلمه كثير مهمه في الطب اسمه هيتيروجينيوس السوليوشن احنا بنقدمه للمرضى هذا شو ماله هيتيروجينيوس يعني انت لما تحط الابره جوا الفيروس وتسحب تسحب الدواء تسحب انت شيء غير معروف إشي طوله إيش؟ بعض طوله 70، بعض طوله 60، بعض طوله 50، بعض طوله 30 ودوالك. هل الأكتيفيتي تعتمد على ذلك الطول؟ ركزوا معي كويس. الأكتيفيتي أعمالها تعتمد على length of those polypeptides. كل ما كان أطول، كل ما كان الأكتيفيتي أقوى. أوكي؟ لكن أنت مشكلتك لما حطيت الإبرة جوا الفيال. أوكي؟ لما حطينا الإبرة جوا الفيال، هاي الإبرة سحبت أشياء مختلفة. فأعطيتها للمريض فانت ما تكون فلما تعطيها للمريض رقم واحد الاكتيفيتي بتكون مختلفه عن المريض رقم 2 لان المريض رقم واحد اخذ اطوال مختلفه من المريض رقم 2 اوكي طب شو الحل يا دكتور الحل انه عشان اعرف الاكتيفيتي اللي عندي انا اي نيد تو مونيتور الاكتيفيتي كيف بدي اعمل مونيتور بستخدم شيء اسمه طلع اللوحه اسمه اي بي تي تي شو يعني اي بي تي تي اكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين ثرومبوبلاستين تاع شو هذا دكتور هذا بقيس لي شيء اسمه ايش الانترنسيك باثوي اوكي ما يسمى الانترنسيك باثوي زمان الاي بي تي تي او خلينا نسميه الفاكتورز اللي بتاثروا بالهيبارين بقيسهم الاي بي تي تي خاصه بقيس الاي بي تي تي بقيس الافكت على فاكتور 2 اوكي اللي هو الثرومب اذا كان الثرومب متاثر الاي بي تي تي بتغير اوكي شو يعني activated partial thromboblastin time هذا مش شغلنا اللي احنا نشرحه بس هو عباره فكرته انه انا بعمل activation للثرومبوسيس ببليت ما فيه تشيو فاكتورز كلمه partial يعني ما فيه تشيو فاكتورز اوكي فactivated partial يعني ما فيه تشيو فاكتورز هذا مش طالبين فيه بس هذا بنختبر بنجيب تيستيو معين ما فيه تشيو فاكتورز عكس ذلك في شيء اسمه بروثرومبين تايم البروثرومبين تايم احسن بي تي يعني بنحط البليتلت نحط فاكتور بليتلت فاكتور اوكي فهذا الفرق كويس شو الفرق العلمي اللي انا بهمني كثير الفرق العلمي انه الاي بي تي تي سنسيتيف لايش؟ للتشنج اللي عماله بصير على فاكتور ايش؟ 2 او انترنسيك باثول رايت؟ طيب شو بعمل انا دكتور؟ بعطي المريض الهيبارين وبقيس له الاي بي تي تي اوكي النورمال اي بي تي تي يا جماعه قديش هاي مكتوب 24 36 سكر يعني عشان يتخفى بالدم بوجود الكالسيوم في شيء اسمه سيستين بيكون في التست تيوب بس ما في تشي فاكتور باخذ ما ودي نسميه احنا 24 ل 36 سكر هذا انا وانت وكل اللي جالسين هون ما عندهم اي مشكله وباخذوا هيبارين لما اعطي هيبارين شو التارجت اللي بدنا اياه شو اللي بدي اياه للهيبارين انا بدي ازيد الاي بي تي تي يعني بدي ازيد
انتي كواجيليشن، بدي اقلل الكواجيليشن. فالتارجت اللي هي متعارف عليها في كل العالم انه ان اي بي تي تي ريشيو البيشنت اي بي تي تي اوفر كنترول اي بي تي تي بدها تكون 2 ل 2.5. اوكي، شو يعني 2 ل 2.5؟ يعني ضعفين الثاني. اذا كان باخذ الوضع الطبيعي 24 او 30 بده يكون يعطيني هون ايش 48 او 60 واكثر. فكرة انه يتخثر الدم في ذلك التيوب اللي فيه اللي ما فيه فاكتورز فيه كالسيوم فيه سيستين. اوكي، هون بعرف انا اني انا وصلت للشيء اللي بدي اياه، ضروري اعمل هذا الشيء لانه rather than that انا اي دونت نو، لانه انت بتعطي يمكن ما يوصل 2 ويمكن يوصل اكثر من 2.5. فانت how do you know that you give the right amount لهذا البيشنت؟ اوكي، ها اليونتس هاي اللي عمالك تعطيها. فبنعمل اي بي تي تي مونيتورينج، وطول ما احنا بنعطي هيبرين واحنا بنعمل مونيتورينج، مش بس مره ومرتين. ثاني، ما دامك اعطيتي هيبرين يو هاف تو مونيتور يور بيشنت كل يومين، نعمل مونيتورينج كل يوم، كل يومين، كل ثلاثه، المهم لازم نعطي. بس احنا في اغلب الحالات الهيبرين بنعطيها على 5 دايز وبنعطيها لسبب معين، مش عشان نعطي هيبرين. هذا رايي. اوكي، فهاي الفكره الرئيسيه للموضوع. ف this is why we have to monitor the هيبرين. طيب، كله فاهم لحد الان؟ في حد عنده اي مشكله بالهيبرين؟ اوكي، هيتيروجينيوس، ما عندنا حلول لحد الان، ما عندنا حلول. هذا شو اسمه يا دكتور؟ اذا تقراوا اخر سلايد فوق يو اف اتش، بس يا بنيتي فوق يو اف اتش يعني ان فراكشنيتد هيبرين. ان يو ان فراكشنيتد، شو يعني ان فراكشنيتد؟ يعني انا اخذته زي ما هو باطوال مختلفه. طيب الهيبرين شو بيعمل يا دكتور؟ بيعمل سايد افكتس. اهمهم اول واحد البليدنج، سهل هذا مفهوم اكيد. انت قاعد شو بده يعمل؟ بليدنج، انزلوا تحت اتركوا كل اللي في النص وانزلوا لي هون، بيعمل حاله مشكله كبرى اسمها ايش؟ اسمها هاي، شو هاي؟ هيبرين انديوس ترومبو سايتوكين. هذول اهم تو سايد افكتس انا عم بتكلم عنهم، ايذر بليدنج. اوكي، حتى لو اني انا وذن ذا اي بي تي تي نورمال بين 2 و 2.5 ممكن يصير بليدنج عند المريض. اوكي، حتى لو اني وذن، فاي هاف تو مونيتور ذيس بيشنت. الهيبرين از هيبرين بنعطى في المستشفى وبس، واندر مونيتورنج وبس، ممنوع نعطي في البيوت. هيبرين فول، هيبرين انتراكشن، هيبرين لانه الفرصه للبليدنج عاليه، قوي عن جد قوي الهيبرين. اوكي، والمشكله الثانيه لما عمل لي حاله نسميها هيبرين انديوس ثرومبوسايتوبين، هلا بحكي بالمنتصف الاشياء السايد افكتس الطبيعيه هاي اللي كلياتنا بنعرفها سهله كثير. اول واحد هيبرين، الثاني رقم 2 هيبرين is of an animal origin and should be used cautiously in patients with allergy. Okay, increase loss of hair. عم بنتج increase loss of hair. عم بنتج long term هيبرين، long term هيبرين therapy ممكن يعمل osteoporosis. ما مستحيل هيبرين long term نحنا بيعمل الحالات. وبيعمل hyperkalemia لأنه إله effect، بيعمل reduction لمين؟ شو اسمه؟ aldosterone. فعمل بيعمل hyperkalemia. انا لو مكانكم بس بدرسهم بيو اس دي، هذول مش مهمين، هذول ما بشوفهم بأغلب الحالات. حتى الهايبر كريمين بتدل من الاندستيرون اللي مش عالي. انا بيهمني شغلتين بالطب، بيهمني البليدنج اللي فوق اوكي، وبيهمني الشيء اللي تحت. هاي اكبر مشكله هيبر انديوس ثرومبوسايتوبين. شو اللي عم بصير يا دكتور؟ الهيبرين يا جماعه كبير، لكن مشكلته انه بيرتبط في بعض الناس، بعض الناس بيرتبط معهم في جوا البليتلت فاكتور اسمه تيشيو فاكتور 4. مشكلة الهيبرين انه بيرتبط في التيشيو فاكتور 4 وبحفز لنا انتاج الاي جي جي، يعني كانه بيعمل الرجيك رياكشن. الاي جي جي هاي اوكي شو بتعمل بالبليتلت؟ اوكي، بتحفزها، بتعمل تحفيز للبليتلت. اوكي، وبعض الكتب تكتب انه بيعمل انتي باديز ضد البليتلت وبتقتل البليتلت، بتحطم البليتلت. بس الاصح في الموضوع ايا كان الكتاب، بس بالاخير الاصح في الموضوع انه الاي جي جي بتحفز البليتلت. لما تحفز البليتلت الاي جي جي، ركزوا معي كويس، اوكي، بوجود الهيبرين بصير في بليتلت اجريجيشن. ليش؟ انا حفزتها، انا بصير ديجرانيوليشن. اوكي، فانا حفزت الاي جي جي، الاي جي جي بحفز البليتلت. Right. بصير degranulation. Degranulation all over. بس يا ابني، بس يا عمري. Degranulation شو بصير؟ all over. كل الجسم. فبصير البليتلت شو مالها؟ تتخثر جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، بصير يتكوموا على بعض. شو بيعملوا؟ لما يتكوموا بعض وهم محفزين بيعملوا ثرومبايت.
فضيف هون شيء كثير مهم. هيبارين اندوس ثرومبوسايتوبينيا، بعدين بحط ايش؟ ثرومبوسيس بكل الجسم ممكن يصير. قاتله. هيبارين اندوس ثرومبوسايتوبينيا قاتله، تقتل المريض. اوكي؟ طب كيف صارت ثرومبوسايتوبينيا يا دكتور؟ اما انه البلاتلتس تحطمت او انه البلاتلتس كلها هجمت على بعض وتكونت صارت بلوت وصار عندي ايش؟ نزول في البلاتلتس كاونت في البلد. عندما تقيس شوية ثرومبوسايتوبينيا نزول البلاتلتس كاونت. اوكي؟ مهم جدا تكونوا فاهمين الشيء. شو اسمه هذا الدكتور؟ هيبارين اندوس ثرومبوسايتوبينيا. طب شو جبنا هذا الكلام دكتور؟ مجبورين لسنوات طويله احنا هذا الكلام لحد 2002 كنا مجبورين نعمل هذا الشيء لانه الهيبارين كان هو الاساس في الحياه. اوكي؟ شو نسبته يا دكتور؟ تعلمنا احنا السايد افكتس نكون عارفين النسبه، نسبته حدود 3% في البوبيوليشن، 3 ل 5% البوبيوليشن، والله عالي عالي. طب شو الحل يا دكتور؟ عشان هيك اول ما ابلش تريتمنت، اول ما ابلش شو بعمل؟ بعمل بلاتلت كاونت، بعمل بلاد كاونت. وعلى اليوم الثالث واليوم الخامس بعمل بلاتلت كاونت. ليش اليوم الثالث؟ ليش اليوم الخامس؟ لانه الاي جي جي عشان يتكون ويصير فعال وهاي الرياكشن يصير بدها 3 to 5 days. فانا شو بعمل؟ بستنى اليوم الثالث بقيس البلاتلت كاونت، اذا نازلين بوقف الدواء بسرعه، بسرعه بوقف الدواء. اوكي؟ ركز معي كويس. إذا البلاتلت كاونت نزل بعد اليوم الثالث أو اليوم الخامس بوقف الهيبارين دوري. You have to stop it لأنه من هون دخلنا باللايف ثريتنينج. أوكي؟ طيب دكتور مريض تعرض للهيبارين قبل مثلا قبل 3 أشهر وما صار عنده ثرومبوسايتوبينيا هذا الشيء. أوكي؟ هذا المريض بعمل بطريقة مختلفة شوي لأنه ممكن يكون عنده لو ليفل أوف أي جي جي صايرة عنده الهيبارين. بس انا معطيك هيبارين مره ثانيه بحفز له الاي جي جي مره ثانيه فممكن الاي جي جي هذا يتفاعل معاه يحمل ثرومبوسايتوبينيا. هذا المريض ما بقيس على اليوم الثالث واليوم الخامس لانه عنده مخزون الاي جي جي. اوكي؟ هذا بقيس له على مين؟ على اليوم الاول. بس هذا this is a very rare cases وما بهتم فيهم فدائما راح يجيك سؤال في الامتحان اللي مش عندي انه امتى بقيس انا والله البليت كاونت لما اعطي هيبارين؟ جاوب 3 to 5 ايام اكسبت انه البيشنت اصلا اخذ هيبارين ان ذا لاست 3 مانس. ممكن يكون عنده اي جي جي ليفل متوسط وانت زدته ففي عنده مخزون ففي اول يوم تنزل البليت. اوكي؟ يعني هاي شوي فرق ادفانس مش راح نسيبه عنها بس دائما تنسيبه على فكره امتى بقيس البليت كان انا على دي 3 دي 5. ليش دكتور؟ لاني بخاف من حاله كثير مهمه. شو اسمها؟ احفظوها زي اسمكم هيب هيب سوري هيت هيت بس بضيف كمان تي هيبارين انديوس ثرومبوسايتوبينيا ايش؟ ثرومبوسيس. من وين اجى ثرومبوسيس دكتور؟ انا فعلت كل البليتلتس وصاروا يتجمعوا على بعض وعملوا لي مشكله كبرى. من انا؟ انا الهيبارين. لازم تكون فاهم هاي الاشياء عن الهيبارين. فاست اكتنج ريمبر خلص نطلع منها. قديش سرعه الهيبارين؟ بسرعه بيشتغل وذين 1 اور من اعطائه وبيستمر عمله 6 اورز. فبيغلب الحالات يا بنعطيه انفيوجن يا بنعطيه بولس افري 6 اورز. بولس يعني انجكشن وانفيوجن يعني على البمب. اوكي؟ فهذا هو الهيبارين. طيب بس هذا الوضع كثير سيء لانه كل مريض بده يعمل له مونيتورينج والحكي هذا ايش حلول؟ في حلول. يجوا ناس حكوا يا عمي انت ليش نرجع لفكره الانفراكشن ليش نتعامل مع فكره الاطوال هاي اللي عماله بتصير؟ لا والله نيجي بنجيب هالمسطره وبنقطع على اقصر طول للهيبارين نقطع فيجوا على 20 سكرايت 15 او 20 مش متذكر وحطوا المسطره هيك وبعد ما يطلعوه من الـ من الـ من البيكس والجاز الكاز شو عملوا؟ قطعوا. لما عملوا ايش قطعوا؟ شو هاي؟ سووا السوليوشن شو ماله؟ هوموجينيوس. يا سلام شو صار اسمه هذا؟ صار اسمه فراكشنيتد هيبارين او له اسم ثاني لو مولكيولار ويت هيبارين اللي هو على اللوحه موجود هون. لو مولكيولار ويت هيبارين هو نفسه الفراكشنيتد هيبارين. هذا فيه مشكله كثيره جينيوس؟ لا. اوكي؟ ما في مشكله. طيب خسرنا شيء يا دكتور؟ خسرنا شيء كثير مهم. خسرنا اكتيفيتي بس هاي الاكتيفيتي جي ان سبيكينج احنا اصلا كانت زايده عندنا وما بنستخدمها الا في الحالات الفيري سيفير كيسز كنا بنحتاجها. هلا اللي خسرناها راح اقراه اللي هو السطر الثالث او السطر الثالث خليني اقرا. Similar to heparin, they possess a unique pentasaccharide sequence in order to bind to and catalyze AT3 اللي هو anti-thrombin 3. However,
as opposed to heparin, the low molecular weight heparin, the complex that عم بيصير preferentially inactivate factor X. And إيش الفيلم اللي بعديها؟ minimally affect the thrombin, low factor 2. فأنا خسرت فعليا إيش؟ factor 2. بس ضليتني شغال على factor S. فأنا على مستوى الإفكاسي خسرت. أوكي؟ بس هذا الإشي مش مهم. لأنه في أغلب الحالات I don't need that much effect. أوكي؟ هذا الإفكت أنا ما بحتاجه. أوكي في أغلب الحالات. عشان هيك في الكلينيك دواء فوق أول دواء شو اسمه الدواء الأولاني هذا؟ إنكسوبارين. إنكسوبارين اسمه التجاري يحفظ زي اسمه كل يوم بتشوفه بالمستشفى اسمه كليكسان. 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 شو هذا الكليكسان؟ هذا إنكسوبارين. هذا استبدل يا جماعة كل الهيبارين. بقي الهيبارين لاستخدامين او ثلاثه في الـ very severe cases لما بدك قوه الفاكتور 2 يكون موجود ممكن تستخدم الهيبارين. هذا سي ف you have to understand this very well. This is how we do how we produce or how we produce a low molecular weight heparin. كسبنا شو كسبنا يا دكتور؟ طلع لي كويس. بس اللي بيحكي ما يحكي لو سمحتوا. اكسبنا هاي الادفانتجز. طلع الادفانتجز تبعت اللو مليكر ويت هيبارين اوفر هيبارين. ديكريز لابوراتوري مونيتورينج. انكريز بريدكتابيليتي اوف ريسبونس. وانس توايس ديلي انجكشن. صرنا نعطيه انجكشن. ايزي اوف دوزينج لانه ما بدك انت مونيتورينج. اند ادمنستريشن سبكوتينيوس. ديكريز ريكويرمنت اوف هوسبيتاليزيشن. ديكريز ريسك اوف ثرومبوسايتوبينيا. ديكريز ريسك اوف اوستيوبوروسس. يعني كل شيء ديكريز فعليا. اوكي. اوكي فكل هذه الاشياء عماله بتصير هاي ريدكشن. لكن ركزوا معي كويس البليدنج لسه موجود رايت بس ما بنقدر نعمل مونيتورنج بالاي بي تي تي. الكليكسان ما في له مونيتورنج حقيقه الا نعمل ليفلنج للكليكسان او الانكسوبارين في البلاد اكتيفيشن. ليش الدكتور؟ لانه الفاكتور 2 اللي هو انعكاس له الاي بي تي تي بطل موجود بطل في افكت على الفاكتور 2 فاحنا الموست عماله بنأثر على فاكتور 10 10A XA يعني 10A. اوكي فاللابوراتوري مونيتورينج احنا ما بنحتاجه اصلا. هاوفر في بعض البيشنتس اللابوراتوري مونيتورينج لهم ضروري بس ما بنعمله عن طريق الاي بي تي تي بنعمله عن طريق الليفلينج اوف ذا دراج وذين ذا بلاد اوف ذا بيشنت. هدول مين يا دكتور؟ اطلع فوق على السطر الثاني. ممكن اللي بيتخرف ما تخرفش خريج فاضي. بلاد كونسنتريشن ديتيرمنت اونلي ان رينال فيلير pregnancy and obesity. ماذا هذول الدكتور؟ remember هذول الناس الفارماكو كاينتكس عندهم مختلفة. يعني تخيل طبيعي التعامل مع renal failure. obese patient. شو يعني obese؟ يعني volume of distribution تختلف. شو يعني مريض عنده شو ثالث كائن؟ pregnancy. pregnancy كل الفيسيولوجي تبع الجسم مختلف. كل volume of distribution كمان مختلف. اوكي؟ فهون you need to monitor the level تبع الدراج مرات. اوكي؟ it's not enough to give the drug وهيك. تترك المريض. Okay, you know how much you give, بس المريض you don't know your patient. Okay, هذا renal failure patient you don't know him. لأنه أنت الدواء أصلاً صممته على مريض عنده renal function. هذا في renal failure. Okay. اقفز هيك قفزة انزل للصدر قبل الأخير. Increase risk of thrombocytopenia. شايفينه عاد؟ قبل شوي حكينا هيبارين induces thrombocytopenia. Does الكليكسان أو الإنكسوبارين produce thrombocytopenia؟ Yes it does بس بليفل أقل 1% من البوبيوليشن أو أقل. هل لازم أعمل مونيتورينج دكتور لما أعطي الكليكسان؟ Yes you have to do this. You have to monitor at day 5, day 3 لما تعطي الكليكسان إنه يصير هذا الشيء. ليش الدكتور ممكن يقل هذا الشيء؟ لأنه دائما نحن نعرف إنه لما نتكلم على هابتين يعني ارتباط بين الدراج والبروتين بيعتمد على كبر الارتباط يعني كبر حجم الكومباوند اللي طلع. هلا انت قللت الحجم صغرت الحجم تبعه ففرصه الثرومبوسايتوبينيا انها تصير او الهيبارين يوز ثرومبوسايتوبينيا الايفكت الاكتيفيشن اي جي جي بصير اقل كثير. لكن ما بتنمحي لا تمحى لانه الاميون سيستم فينا كلياتنا احنا مختلف. هذا شيء كثير مهم لازم تفهموه فينا حتى التوينز. بتعرفوا شو الفرق بين التوينز؟ ايدنتيكال توينز في الدي ان اي. في الدي ان اي بتعرف شو بيفرق؟ مش بيحكوا من ايدنتيكال توين ايدنتيكال دي ان اي. هذا غلط مش ايدنتيكال دي ان اي. اللي بيفرق بس الجينات المسؤوله عن الاميونولوجي. فحتى الاميون سيستم فينا احنا كلنا بيختلف حتى التوينز بيختلف.
اوكي ريمبر ذس، خدها مني هاي. الاميون سيستم الاميون سيلز هم الوحيدين اللي بيختلفوا بين ايدنتيكال توينز على مستوى حتى الدي ان اي، في اختلاف في الدي ان اي بيناتهم مش ايدنتيكال 100%، في اختلاف معين في المناطق اللي مسؤوله عن الاميونولوجي. اوكي المهم فعشان هيك ما بيجي نقدر نحكي انه والله الصغير هذا ما راح يعمل اكتيفيتي بالمره، الاي جي جي ممكن يعمل لو ميكروويتي، عشان هيك لازم نعمل مونيتورنج مره ثانيه وثالثه وعاشره للو ميكروويتي برين وللجبرين مع بعض. طب مين نعطيه يا دكتور؟ زي ما حكينا نعطي داني كليكسان، نعطي ابريل سبكوتينيوس في كل الحالات في اغلب الحالات، لكن بضل الهيبرين للاستخدام مثلا مريض يجي عنده مايكارديك انفاركشن وما قدرت اعطيه انا ستريبتوكينيز، مش ستريبتوكينيز يعني ما قدرت اعطيه ستريبتوكينيز ماشي، ما قدرت اعطيه شو اسمه يعني ما قدرت اعمل له ستنتي، المريض جاي التسكير جاي على تقطيع الكابل، جاي على تقاطع معين بين الفيزلز، مرات ما بنقدر نحط ستنتي هنا. فمرات بترجع انت عشان تعالج المريض لحظيا تلك اللحظات تعطيه هيبرين، دخل المستشفى يا مايكارديك انفاركشن عنده يا عنده شو الثاني؟ انستيبل انجينا وكثير مسكر، هون ممكن يلجا للاكتيفيتي اكثر للهيبرين. اوكي؟ فموجود الهيبرين في ذلك المكان، موجود مرات اذا تعقد الامور كان صار عندنا بولمونري امبوليزم وكانت بولي امبولاي كثير يعني اكثر من ثنتين مثلا، يعني هذه الشغلات فيري فيري سيفير بضل الهيبرين موجود هناك، بحتاج قوه فاكتور 2 له استخدام برا الجسم. نستخدمه كثير احنا بالدياليسيس عشان ما تتخثر الدم جوا الماشينات جوا الماشينز اوف دياليسيس ماشين، بنحط هيبرين احنا في الماشينز هاي عشان الدم يضل ماشي ما يتخثر. اوكي او السيركيليشن نفسه، يعني هذه الاستخدامات الرئيسيه للهيبرين اللي بقي، بس اغلب الشغل كلياته عمالة بنعطيه له ادويه كلياتها. شو اسميهم دكتور؟ هيهم فوق. الحلو فيهم كلهم بنتهم بارين، فاذا حكينا والاشهر في الاردن الاكثر وجودا اصلا هيك بارين، في دلتا بارين، تنزا بارين، عدا بارين، كلياتهم بارين. كلياتهم سيميلر اكتيفيتي سيميلر افكت سيميلر سايد افكت اند سو فورث سو اون. اوكي؟ This is the remember this adverse effect of low molecular heparin reaction on the injection site, irritation, pain, hematoma, bruising and redness, bleeding, HIT. بطلنا عفتوا يعني بس عشان يكونوا واضحة لما جينا قصنا زمان صار كيميكال عملنا ننتجه إحنا هذا low molecular heparin. فكرة الالرجي كمان أقل كتير 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 من فكرة المجال البيكس والكاوس. alright طيب ندخل صديق عزيز على قلوبنا بس دقيقة واحدة اسمه الورفرين. اوكي الورفرين هذا اذا لاحظتوا انه الهيبرين ناخده انترافينس اوكي والكليكسان اللي هو الهيبرين كنا ناخده انتراماسكولا انت سبكوتينيوس اساسا ممكن اعطيه انترافينس، لكن هذا يعني مش معقول المريض مرات خذوا هذا المثال مثلا عملنا هيب ريبليسمنت، يعني المريض عملنا هيب ريبليسمنت او نير ريبليسمنت او عملنا له حطينا له فالفز جوا الهارت هذا شو اسمه بروستاتيك فالفز، هذا المريض يستمر على الانتي على مش ما بكفيهوش هذا المريض ايش انتي بليتس لا لازم ياخذ انتي كواجولنت كمان، يعني باخذ انتي بليتس وانتي كواجولنت، لكن الانتي كواجولنت هذا بيستمر معاه اتليست مرات ل 6 ويكس 2 مانس 3 مانس مرات ل 6 مانس مش معقول يضل على الهيبر. فالحل الامثل ومرضى الدي بي تي كمان المريض الدي بي تي احنا بننقع له سنه كامله على انتي كواجولنت مش معقول يضل على الهيبر. فاحد الحلول او الحل الامثل انه يتروح على البيت، لما يتروح على البيت ياخذ اورال تابلتس، والاورال تابلتس لحد سنه 2000 كان اسمهم ايش؟ وورفرين. This is the available oral tablet الموجودين لحد سنة 2000 بين ما طلعوا نيو جايز. خليني أتوقف هنا لأنه أعتقد إنه صوتي راح ونكمل، أنا مش عارف المحاضرات إمتى بس نكمل المرة الجاية بالورفرين ونكمل الأنتي بليتلت والثرومبوليتيك دراجز المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية جميعا.